اسئله السوشيال ميديا نشوف الناس بعت لك ايه. يلا يلا بينا يا جماعه على اسئله السوشيال ميديا مع استاذ محمد ضمطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اولا تحياتي ده احمد، اود ان اطمن وافرح بالبدء في مشروع استاد النادي الاهلي، فما هي اخر الاخبار في المشروع ومتى سيتم الاعلان الرسمي عن ذلك؟ اخر الاخبار كان دكتور سعد شاري طلع معاك امبارح واول امبارح وخلاص، يعني في شركه باذن الله المسمى بتاع الاستاد والشركه بتاعت الانشاءات، وان شاء الله اقرب وقت بس ان تاني نعدي الفتره اللي احنا فيها دي ونعلن. انت خلاص تبنيت هاشتاج 20 يوم الاهلي فوق الجميع. ماشي، ده الهاشتاج اللي اخترعه الاستاذ محمد الضماط. وائل ترجى، صح كده؟ السلام عليكم ورحمه الله، استاذ ضماطي المحترم مع حارس الاهلي المحترم، محتاجين نشوف حصريات قريبا على قناه رقم واحد قناه الاهلي، وليه ما ناخدش السوبر المصري ومباراه العيد؟ والله انا سعيد باللي بيحصل في قناه الاهلي، ويعني وجودك معانا باذن الله فارق، وشركه روزنامه هشام جمال جميل، واحده واحده الدنيا تبدا تتحرك، وناخد بعد كده بقى حصريات وناخد شغل واحده يا واحده رب. ان شاء الله. رندا، مساء الخير كابتن شوبير، منور دايما ومتالق كالعاده وخصوصا في قناه الاهلي، تحياتي لضيفك الكريم. وسؤالي هو فين دور رجال الاعمال الاهلاويه من توفير الدولار لانهاء صفقات الاهلي الخارجيه، خصوصا بعد ما عرفنا صعوبه توفير الدولار؟ انا اتكلمت في الموضوع ده بشكل عام، يعني ان قلت الفجوه الدولاريه احنا مغطيينها كمجلس اداره، مش عايزه احنا مش مجلس اداره كمجموعه واحده، مش عايز اقول ان رجال اعمال مجموعه بقى رجال الاعمال ومجموعه اللعيبه ومجموعه الكلام ده كله، فاحنا بنسد الفجوات اللي موجوده ولكن داخل قدرات النادي. خلي بالك برضو من نقطه عايز اقولها، يعني اتفضل، انت النهارده مش من مصلحتك قوي انك انت تخش تجيب مثلا لعيب ب 5 مليون دولار تاخده هديه من اي حد، وبياخد في السنه 3 4 مليون دولار، لانه لو الحد ده بكره الصبح مشي انت مش هتعرف توفر الكلام ده للعيب ده. صحيح. فانت لازم في الاخر برضو يبقى عندك الاسد، يبقى عندك المقدره دي، لو الراجل ده مش موجود تقدر تدبرها. احنا شفنا امثله تانية حصلت في انديه تانية ان كان في مشاكل في المرتبات اللي كانت بتدفع والكلام ده كله فتره من الفترات، مش عايزين نخش فيها. رندا، مساء الخير. لا خلاص دي رندا. دكتور اكرم، تحياتي. لماذا البطء في القرارات؟ لماذا نكرر اسلوب البيانات في التعامل مع الاتحاد رغم عدم الاعتناء من جانبهم في امور منها التحكيم مثلا؟ لا مفيش بطء في القرارات، النادي الاهلي منظومه، اي منظومه قويه بيبقى فيها نوع من الهيراركي شويه او نوع، فالناس بتحس ان ده بطء، لكن ده امور طبيعيه، والتحكيم احنا اتكلمنا عليه. لما الاتحاد بيتجاهل الرد على اسئلتكم او جواباتكم؟ لا مفيش تجاهل ولا حاجه، لا خالص، ده بيبقى دايما في خط مفتوح حتى لو مش معلن يعني. تمام، حتى لو مش معلن. ناصر بشير، بصفتك واحد من اهم رجال الاعمال في مصر، عايزين نعرف امتى الاهلي هتكون شركه الكره الخاصه به تقدر تلبي طموحاته وتطلعاته الماديه؟ وعندي سؤال تاني، هل ممكن في يوم من الايام نلاقي الاهلي عنده فريق كره قدم ويد وطايره وسله وتستغنى عن باقي الالعاب في النادي لانها بتطرق ميزانيه النادي؟ لا، احنا بنحاول نمشي بالنادي زي ما هو بكافه الالعاب، لان احنا عارفين كويس قوي ان طبعا عندنا اعضاء كتير مستفيدين من الالعاب دي. فاحنا لحد دلوقتي الامور ماشيه بشكل كويس، بنحاول نرشد النفقات، مش هنقول لا، بنحاول ان احنا نعتمد على قطاعات الناشئين في النادي في كل الالعاب دي، حتى السله والطايره واليد. لكن لا، احنا بنحاول ننمي الموارد ان احنا نكمل بكل حاجه زي ما هي. تحياتي لحضرتك، ده ابو زيد شهاب، يا رب اكون بقول الاسم صح يعني. السؤال الاول، ايه اخبار الاستاد الاهلي؟ استاذ محمد رد. السؤال الثاني، هل في نيه لشراء حقوق بس مباراه الاهلي في الدوري، التعاقد مع معلقين متميزين؟ تعاقد مع معلقين ليه ما انا موجود؟ تعاقد مع معلقين طبعا لسه دي خطوات مؤجله يعني. عماد ابو الحجاج، ممكن يحصل، عايز تجاوب على حاجه في اللي فات؟ لا، انت ما جاوبنا على حته قناه، ويعني واحده واحده هنطور ونشوف الدنيا ازاي. ممكن يحصل صفقه تبادليه بين الاهلي وزد في زيكو والبنوبي مقابل انتقال القندوسي؟ ما عنديش معلومه كرويه. انت عارف وملف الكوره، ملف الكوره انتوا مش موجودين فيه. سؤال الاستاذ محمد ضماطي من علي صلاح، برضه عن موضوع الدولار، خلاص وجاوبنا عليه.